بما انك بتتكلم عن اوروبا، المواجهات الاوروبيه ايضا، يعني انا افتكر لك مثلا مباراه بلجيكا في 2005. بلجيكا برضو كانت من المباريات الكبيره جدا لوائل جمعه، اعتقد ان هي كانت بدايه كويسه، او يعني كنت لسه بقى ايه، ناس بتبتدي تتعرف على وائل جمعه. احكي لنا برضو او بدايه الجيل الذهبي مع كابتن حسن شحاته. يعني الثقه طبعا على المستوى الدولي، الثقه بتيجي من كثره المشاركه اسلام، وكثره الاحتكاك، وكثره التواجد اساسيا بقميص المنتخب المصري. فهي فتره مميزه لنا كجيل، احتكينا بمدارس كتير في الكوره، واكتسبنا خبرات كبيره جدا، واحنا كنا كجيل حتى مع النادي ومع المنتخب عندنا الخبرات دي كلنا، فتكاملنا مع بعض وظهرنا بشكل رائع مع النادي، سواء لعيبه الاهلي او مع المنتخب بالمجموعه اللي كان بيختارها دايما الكابتن حسن شحاته في 2006 و8 و10، وصنعنا انجاز انا اشوف انه صعب ان حد يحققه مره تانية بتواجد الابطال والشخصيات اللي كانت موجوده في الجيل بتاعنا ده. فكلهم لعيبه مسؤولين، كلهم لعيبه عندهم الموهبه وعندهم الشخصيه وعندهم المهاره وعندهم كل شيء يساعد المدرب اللي عنده الشخصيه وعنده القدره على التعامل مع الناس دول. طيب انت في مباراه بلجيكا، توماس بافل واحد من اهم اللاعبين في بلجيكا في الوقت ده، وكان نجم فينورد الهولندي الحقيقه في الوقت ده، راس حربه كبير قطعت عنه ميه ونور. خلينا نشوف ماذا قال توماس لكابتن وائل جمعه ونرجع نكمل. Well, Goma, we played once against each other, Egypt against Belgium. It was a tough game. I have a lot of respect for your career. You win a lot of trophies, true legend, and I hope you do well after your career and whatever you do. All the best, Thomas Müller. حاجة جميلة جدا لما بتلاقي لاعبين اللي انت يعني طبعا كان نفسنا نعمل اكتر من كده كمان، لكن انت تلاقي حد من افريقيا زي باتريك مبوما اسطورة كبيرة، لما تلاقي حد زي توماس بافل اسطورة اوروبية كبيرة جدا بيتكلم عن وائل جمعة وبيقول عنه اسطورة، حاجة انا شخصيا حاسس بفخر ان احنا موجودين مع بعض. اشكره طبعا واشكر كل الناس اتكلمت. اسلام، زي ما قلت لك الحمد لله لولا الخروج من الملعب بشكل محترم وبشكل محترف، ان انت كنت بتأدي دورك بس اللي هو الدور الفني داخل الملعب، تحاول ان انت تفوز على المنافس بتاعك، تظهر بكل امكانياتك وتقدر تتغلب على المنافس بتاعك احتراما للشعار اللي انت بترتديه، فده كله سبب العلاقة الطيبة اللي الناس دي بتتكلم علينا. وانا لما تسأل برضو هقول نفس الكلام، ان ما حصلش اي خروج عن النص في خلال المباريات، ما حصلش اي استفزاز او من اي نوع بيننا وبين بعض، خرجنا من المباراه كل واحد عايز يساعد فريقه في المكسب، فطبيعي ان تبقى النتيجه كلام محترم بالشكل اللي احنا شفناه. والحقيقه هم كلهم اجمعوا، الاربعه اجمعوا على ان وائل جمعه اسطوره كبيره في القاره الافريقيه واسطوره كبيره في الكره المصريه والنادي الاهلي.